يا ترى كان رح يحكي لي عنها، بس كيف يجر على هيك شيء؟ منيح ما قالكن. مين؟ شو يلي منيح اللي ما قاله؟ عم نحكي عن بشير. عدنان بيك عم يقول يا ترى كان بده يحكي لي عن اهتمامه بنهال، مشان هيك كان عم يحاول يطلع من هون. هيك عدنان؟ ليش بشير كان مهتم بنهال؟ شغلات ما لها علاقة بالواقع. سليمان أفندي هيك كان عم يفكر. وقت اللي دري إنه في شي بين نهال وبين مهند، ما تحمل وهرب. ليك ليك، شو عم بيصير وما عندي علم؟ منيح المدموزلزل قد بالحكي، وإلا ما كنت قلت لي. بترجاكي لتغيري الموضوع. الأهم من هيك موضوع نهال ومهند عم ينحكى فيه هون وهون وبكل جرأة بالمطبخ. بالنسبة لإلي المهم إنك تعرف بالقصة وما تجيب لي أي سيرة. صباح الخير. صباح النور. أنا رح شوف مراد، لسه ما نزل. شو ما بدك تقعد؟ لا أنا رايح، بدي جيب نوط للدروس. باكل لي شي شغلة بالمقصف. موفق. خاطركن. مع السلامة. شو جايب نهاية الأسبوع على المزرعة؟ لا ما راح أقدر أجي. مثل ما بدك، بس احكي مع عمتك وخبرها ولا تدخلنا بالقصة. ماشي بخبرها. بخاطركن. عم يتهرب مشان ما يبقى معي لوحده. ايه عدنان، ليش عم بسمع كل شي بخصوص هذا البيت من الست لميس؟ بعتذر منك، نسيت قلك. خلينا نسكر على موضوع بشير رجاءً. مهند صباح الخير. صباح النور. منيح شفتك قبل ما تطلع، ممكن تجي شوي؟ تأخرت. ما رح أأخرك كتير، لا تأكل هم، تعال. لازم نحكي شوي. عم اسمعك. ليش قلت مالك جاي على المزرعة؟ مع انه لازم تجي. رح احكي مع عمتي واعتذر منها، ورح اقول لها عندي شغل. مهند رح احكي معك على المكشوف. بترجاكي، برأيك ما اجى الوقت لنحكي عن بعض الامور؟ مثل شو؟ ومن قبل قلت لك كمان في روابط الإنسان ما بيقدر يفكها ويرميها، أوضاع ما في دير ظهره لإلها، وإنت ما عاد فيك تدير ظهرك لنهال. إنت شو عم بتقولي؟ نهال وأنا؟ إنت حكيت إنك بتحب نهال، غلطانة شي؟ تمام، ما قلت لها مباشرة بوشة، بس قلت لها لسمر مشان تقله لعدنان، ما هيك؟ بهذا الوضع ما فيك تهرب. إذا تحطمت أحلام نهال، عمك ما رح يحاسبك مشان هالشي؟ ما رح استسلمنا إليك، ورح أقول لنهال إنه كل هالشي سخافة. مثل ما بدك. مفكر إنه ما رح يسألوك ليش تراجعت بكلامك؟ إذا ما أجيت بنهاية الأسبوع على المزرعة رح تكون أنكرت الكلام يلي قلته، وبهذا الوضع عدنان بيك ما رح يسأل حاله أنت لمين أعلنت حبك؟
موسيقى